Côte d'Ivoire, Maroc, c'est la même famille. Aujourd'hui, Inch'Allah, Maroc, Côte d'Ivoire, même famille. On va faire 3-0. Inch'Allah. On va faire comme ça. Le coup du bâton. Le coup du bâton. Le coup du bâton. بالنسبه للماتش ديالنا ديال المنتخب الوطني المغربي عندنا احتمال كبير ان المغرب المنتخب ديالنا غادي يربح لان عندنا ثقه في الناخب وليد الركراكي لانه جامع واحد مجموعه من اللاعبين محترفين بالفرق الاوروبيه عندهم امكانيات الوصول والانتصار في هذه المباراه وان شاء الله غادي يكون غير خير ان شاء الله شي 3-0 ان شاء الله الكراكي انا تنفير بان المنتخب المغربي غينتصر على جنوب افريقيا ب 3-0 ونتمنوا لهم الفوز ان شاء الله وغادي نشجعوهم ان شاء الله ونتمنوا يكون الخير القدام احنا معاهم ان شاء الله وحنا بالدعاء والله الا كندعيو معاهم حيت يتوفقوا يترافقوا كلشي وليداتنا وليدات المغرب وكنتمنوا المغرب ديالنا ان شاء الله للازدهار والتوفيق ان شاء الله ولا اله الا الله محمد رسول الله ربي معاهم اوراق ديال المنتخب جنوب افريقي مكشوفه لان تنعرفوا سبعه ديال اللاعبين ديالهم تيلعبوا مع الصنداوز تنعرفهم مزيان تعرفهم يحيى عطيه الله تعرفهم وليد الركراكي المباراه لازم تكون قوه دينيه وقوه البدنيه وانضباط ذاتي وتكتيكي والسرعه وعدم التسرع ولا يكون اكثر التركيز هو اللي غادي يسجل وان شاء الله تحسن المباراه في 90 دقيقه ان شاء الله ما نمشيوش للبرونوغاسيون وما نمشيوش لتيغو دوبيت ان شاء الله واخا حنا فور في تيغو دوبيت عندنا السبع في المرمى احنا ان شاء الله نربحوا في الماتش في 90 دقيقه ان شاء الله كنتمنوا للمنتخب الوطني المغربي التوفيق والانتصار في هذه المقابله المصيريه باذن الله كنشجعهم حنايا وكنتمنوا وليد الركراكي يعطيهم شي تشكيله ناضيه باش نتفوقوا عليهم حيت اصلا هذوك ربحوهم يد الوداديين وتنتمناو حتى المغاربه يربحوهم بشي 3-0 ان شاء الله لقاء قوي وكنتمنى من اللاعبين انهم ياخذوا هذا اللقاء بواحد النيفو يكون رقابه دينيه كبيره باش يقدروا يجاريو هذيك 90 دقيقه كنعرفوا 90 دقيقه في الادغال الافريقيه وسيرتو في الكوت ديفوار والمناخ والحراره والرطوبه يعني راه صعيب كنتمنى شوف الامنيات اخويا كبيره تايق فيه غادي نجيبوها اليوم باش ما عطى الله غادي نجيبوها كلهم لعاب مزيانين لا اللي روم بلاصه ولا اللي لاعبين زعما ان شاء الله النتيجه غتكون لصالحنا نتايق في المنتخب وديما المغرب ان شاء الله نربحوا يا ربي ان شاء الله التوقعات ديالي 2-1 للمنتخب المغربي ان شاء الله الا كنحس بواحد الناحيه الا كانوا واحد لا كانوا فيزيكمون مزيان كنقول بان النتيجه غتكون صالح المنتخب المغربي بجوج لواحد ان شاء الله انا كنتوقع بان المغرب غيربح بشي نتيجه ديال 2-0 ها وحنا كنتايقين في الاسبوع ديالنا وان شاء الله يكون خير التوقعات ديالي يا ربي ما بغيت لا دار لا طوموبيل لا فيلا لا والو بغيت المنتخب المغربي يربح اليوم يا سيدي يا ربي ما بغيت حتى شي حاجه ما بغيت لا فيلا لا نمشي لطاليا لا الميريكان بغيت اليوم المنتخب يربح يا سيدي يا ربي وغنربحو بجوج لزيرو ان شاء الله